أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل من نصيحة توجهونها لطلاب العلم الذين صار لهم سنين يطلبون العلم ولم يحصلوا شيئا؟ كيف ما حصلوا شيئا؟ كيف ما حصلوا شيئا؟ طالب العلم إن رزقه الله الإخلاص فهو في جنة. ليس بالشرط أن تكون شيخا، ليس بالشرط أن تكون عالما، أنت محصل للخير. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ ما دمت في طريق طلب العلم ورزقك الله سلامة القلب فإنك في خير ومحصل خيرا كثيرا وفضلا عظيما. لكن المقصود في السؤال: لم يحصل المادة العلمية التي يصبح بها شيخا أو عالما. نقول: أولا، الناس أوعية، منها الوعاء الصغير ومنها الوعاء الكبير، وكل يأخذ بقدره، فلا يحمل الإنسان نفسه فوق ما يطيق. وثانيا أقول الحقيقة: العلم يحتاج إلى صبر عريض، وكلما زدت في العلم كلما تبين لك جهلك. ولذلك أكثر الناس تواضعا هم العلماء، لأن كلما تقدم في العلم كلما تبين له مقدار ما يجهل، فيزداد طلبا ويزداد تواضعا. ينبغي على الإنسان أن يتخذ طريقة صحيحة في طلب العلم، لأن بعض الناس مثل الطير كل يوم على شجرة، وهذا لا يحصل زادا في العلم. ينبغي أن يكون للإنسان منهج واضح ويصبر عليه، سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين يصبر، المهم أن يسير على طريق صحيح. ولذلك أنا دائما عندما يأتيني بعض طلاب العلم ويقولون نحن كذا في طلب، أقول: اذهب إلى شيخ يسمع منك ويعرف حالك، ثم يدلك على طريقة تسير عليها وتصبر عليها حتى تحصل إن شاء الله عز وجل. لا بد أن تعلم يا طالب العلم أنك في خير ما دمت مخلصا لله، حتى لا تمل من طلب العلم، فإن العلم لا يناله ملول ولا متكبر. الملول الذي لا يصبر لن ينال العلم أبدا، والمتكبر الذي يترفع عن الطلب ويقول أنا الآن كذا لن ينال العلم. عليك أن تعرف أنك في خير حتى تصبر، ثم بعد ذلك ينبغي أن تتخذ منهجا صحيحا في طلب العلم، ثم بعد ذلك ينبغي عليك الثبات وعدم التنقل في طلب العلم، ثم مما يعين أن تتخذ صديقا ذا همة في طلب العلم يعينك على الطلب. والأمر الخامس: المدارسة. ما رأينا للعلم مثبتا أعظم من شيئين: المدارسة مع الإخوان. حصلنا مسائل، أنا وبعض إخوتي نحدد لنا وقتا إما في اليوم أو في الأسبوع، نتدارس ما حصلناه خلال هذه المدة، نتباحث فيما أخذناه عن الشيوخ في هذه المدة، هذا يثبت العلم. والأمر الثاني: العمل. فالعمل يثبت العلم. وإن شئت برهانا فانظر إلى حفظك للقرآن، ما تقرأه في الصلاة يثبت، وما لا تقرأه تجد أنه يذهب منك. ولذلك مما استفدناه من مشايخنا أن من أعظم وسائل تثبيت حفظ القرآن الكريم أن تقوم به الليل. حفظت اليوم
اجعل قيامك الليل بما حفظت، هذا يجعل حفظك للقرآن قويا وراسخا. فإذا اتخذ الإنسان هذه الطرق فإنا نرجو الله عز وجل أن يكون من العلماء النافعين العاملين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.